السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعينا الكرام. اليوم انا عندي فد موضوع لكم جدا شيق وشائع، الا وهو الخدر والوخز في اطراف الاصابع واطراف الارجل. احنا هنا نريد نحكي عن المسببات والحلول حتى الفائدة تعم بتطوير المعلومات، لان هاي المعلومة راح تساعدك شو تسوي؟ تسوي الحلول. هذه المشكلة هي معقدة، بس من أهم المسببات مالتها يا أما تجيك من الرقبة أو تجيك من الظهر وتنزل، فإحنا شو نسميه؟ ألم مشع، بالإنجليزي اسمه radiating pain. هذا أول سبب من هذا التنمل والوخز. هسا نرجع على الأسباب الأخرى اللي هي ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، ارتفاع الدهون بالجسم. هذين الثلاثة يعتبرن من ضمن الكيميكال بروسيسز اللي يصير بالجسم، يعني التفاعلات الكيميائية. لكن الأولى اللي حكينا عنها اللي قلنا جاية من الرقبة هي تعتبر مشكلة ميكانيكية. فرق بين المشكلة الميكانيكية والمشاكل الكيميائية. هسا نرجع شو نقول؟ نقول الأولى عرفنا شنو المسبباتها، الحلول مالتها نتطرق لها بعدين. هذني الثلاثة انتبهوا عليهن وعرفوا مسبباتهن. أول مسبب لارتفاع السكر والضغط والدهون يعتبر لزوجة الدم. يعني أنت اليوم قلة شرب المياه راح تؤدي بيك إلى هاي المشاكل اليوم أو باكر. هسه احكي لك ليش. الجسم بي مثل الراديتر اللي بالسياره تحافظ على الحراره في الجسم، هذا يسمونه كول سيستم بالالماني، يعني تبريد، يبرد لك الجسم حتى يوازن الحراره بجسم الانسان. هذا لازم يتكون بنسبه معينه من المياه، اذا زادت شو راح يصير بيها؟ يطردها، وإذا قلت يروح يسحبها من الدم. فشي يصير بالدم؟ يصير ثخين ويصير بي لزوجة. يعني أنت ذا باليوم تفقد لتر واحد من الماء راح تفقد تقريبا 20% من طاقتك على الحركة. ليش؟ لأنه الدم يقوم ما يتحرك بسهولة. حس إحنا نقول عندنا أعراض أخرى، مثلا أعراض اللي تجيك من مرض السكر شنو وليش؟ بكل بساطة العصب يجيك بهالشكل، والأوردة والشرايين تجي داير ما دايرة. لما يرتفع السكر بالدم شو يسوي؟ هاي الأوعية الشعرية، الأوعية الدموية الشعرية يقوم يخدشها من الداخل، يخدشها إلى أن يصير التهاب. الطق هاي الأوعية الشعرية تقوم ما تتحمل وما تنقل الدم. فشو يصير بيها؟ العصب يقوم ما يتغذى فيموت العصب، فيسموها اعتلال الأعصاب المحيطية بسبب السكر. هذه مشكلة إذا وصلت لها أنت بعد ما حد يقدر يسوي لك حل نهائيا، ومعروف عند كثير من الناس. أنت حاول أن ما توقع بالمشكلة وبعدين تعال تقولي حل. أنت حاول تتفاداها من هسه، حاول السيطرة على مرض السكر وارتفاع السكر بالدم على مود ما تصير بهاي المشكلة. نرجع على ارتفاع الدهون. ارتفاع الدهون ترى هي مشكلة لها علاقة بالتغذية. التغذية والكبد يلعب الدور الكبير. التغذية تجيب لك 10% من ارتفاع الدهون، والكبد يدز لك تقريبا 90%. فإذا عندك حالة مرضية تروح الأبو الباطنية وهو يوضح لك إياها. لكن أنا أريد أوضح لك إياها هنا أنه ارتفاع الدهون يلعب دور كبير في أكل النشويات. يعني أنت كثر من الخضروات والفواكه حتى شنو؟ ارتفاع الدهون يقل، السكريات والنشويات تتحول إلى دهون بالجسم. فأنت انتبه على هاي الحالة، قلل يعني خفف وزنك، لأن الوزن هنا أكبر مصيبة في جسم الإنسان. هسا نرجع على شنو؟ ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط أنت تقدر تسيطر عليه بدون أي أدوية أو أي مكملات أخرى، بس لازم تعرف شلون تتعامل وياه. أنا مسوي لك فيديو كامل على هذا، لكن هم راح أقول لك ليش.
هذا له علاقة بالتفاعل الكيميائية وتفاعلاتك أنت ويا المجتمع. يعني أنت من تباوع فيلم هندي يصعد الضغط. المشكلة في هذه الثلاثة اللي قلنا ارتفاع السكر والدهون والضغط، يعني ما عندنا مشكلة إذا صعدت، عندنا مشكلة إذا ما نزلت. عرفت شلون؟ إذا بقت صاعدة، فأنت من يصعد الضغط أو الدهون أو السكر حالة طبيعية، بس المهم ينزل. فأنت حاول تفرق بين هاي وهاي وهاي. العامل المشترك لكل المشاكل هو كشف المسببات. أنت من عرفت وين المشكلة راح تعرف شنو مسبباتها، راح تبحث عن حلول، صارت عندك معلومة، المعلومة تنقذك وتجيب لك حل. فأنش أنصحك أخي العزيز، إذا عندك ذني الوخز والخدر في الإيدين والأرجل، القاعدة الرئيسية هي أول شيء تأخذ زيت الزيتون، تخلي 5 ملاعق زيت الزيتون بفطاسة صغيرة وتحميه شوية، يصير شوية بحرارة، وتخلي عليه خاشوقة ملح. هاي ذني الاثنين، ملح وزيت الزيتون، تدهن بيها إيديك ورجليك اللي دي يصير بيها خدر ووخز، وعلى هالأساس تراقب مرتين باليوم إلى أن تصير أسبوع، شوف إيش صار عندك، وبعدين اكتب لنا قول إذا تحسنت أو ما تحسنت. لأن إذا تحسنت دليل على أنه الدورة الدموية هي اللي بتلعب الدور الرئيسي، اللي هي من ضمنها ارتفاع السكر، ارتفاع الدهون، ارتفاع الضغط. أما مشكلة الرقبة، فأول شيء لازم تعرف أنه هاي مشكلة ميكانيكية بحتة، وفي أغلب الأحيان أكثر من 60-70% تكمن من مشكلة الرقبة والوخز في الأطراف العليا والسفلى، جاي من مشكلة ميكانيكية. فلازم تبحث عنها السبب اللي أساسه هو الفرق بطول الأرجل والعوجاج بالعمود الفقري، اللي للأسف الطب الكلاسيكي ما مكتشفه، أو ما يريد يكتشفه، أو ما يريد أحد يكتشفه، حتى يبقى يبيعون أدوية وجراحة وأبر بدون فائدة. فتابعنا على هذا الفيديو، وإن شاء الله يكون قد نال رضاكم وحقق مطلبكم بكسب المعلومات العلمية حتى تنطيك حلول. انت هم لازم تجتهد، لا تصير كسلان، اجتهد على مود شنو من تجيك المعلومة يفتح لك باب، أو المعلومة تفتح لك باب حتى تسوي بها حلول. فتقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم دكتور عدنان السبرمد، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University.